السلام عليكم. اليوم راح نديروا رشطة بيضة بالدجاج واللفت وحمص. هايلة، تابعوا معنا نشوفوا كيف رايحين نخدموها. هنا عندي طرف تاع دجاج، وعندي بصلة كبيرة مقطعة، عندي ملح وفلفل أسود وزنجبيل. نجيب الكوكوت تاعي، نحط زوج ملاعق تاع زيت، نزيد ملعقة كبيرة تاع زبدة، ونحط ذاك البصل كامل. البصل من الأحسن تقطعوه هكا، ما تطرحيوهش، باهي تقليلكم ليه خلاص الدجاج. والسر تاع هاد الرشطة في التقلية، هنا نزيد التوابل تاعي، هي ما تحتاج توابل بزاف غير فلفل كحل وملح وزنجبيل برك، حتى الزنجبيل تقدروا تستغناو عليه. بكميات قليله باه تلقى تبقى الصلصه تاعنا بيضاء. وندي القدره تاعي للنار نقلي مليح خلاص مدة ربع ساعة ولا، وانا نقلي فيه. هنا جيت للرشطة، نحط لها زوج ملاعق ولا ثلاثة تاع زيت حسب كمية الرشطة اللي عندك، نحاول نحلها من بعضها مليح خلاص، هي تعود لاصقة في بعضها هكا خطر تكون في المجمد ولا تشربها، لازم تحلوها مليح كمية تاع الزيت، ودخلوا هذيك الزيت كامل مليح فيها. ونجيب الكسكاس نحطها تفور تفويرة الأولى، هنا الدجاج تاعي راهو يتقلى، البصل كيف كيف راهو قريب تقريبا قريب يتقلى مليح. نبقى كل مرة نعس نحرك ونخليه يتقلاو مليح خلاص، نقلب الدجاج تاعي حتى يتقلاو، ونزيد الحمص ونكمل نقليهم مليح. الحمص تاعي مشمخ ماهوش طايب، نطيبو مع الدجاج. نبقى نقلي مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة على نار دليلة. هنا الدجاج تقلى، رايحة نمرق بالماء مغلي، نحط الماء الكافي من بعد ما نزيدش الماء، ونغلق الكوكوط ونخلي الدجاج والحمص يطيبوا مليح. هنا نرجعوا للرشطة، راهي فارت تفويرة الأولى، راح نحطها في الجفنة تاعي، ونسقيها بشوية ماء. حاولوا ما تكثروش الماء على خاطر هي ما تحبش الماء بزاف، بالخف هكا، ونخليها تتشرب هذيك الكميه تاع الماء من بعد باش نحطها في الكسكاس، خاطر لو كان تحطوها هكا بعد رايحه تلصق في بعضها، لازم تخليوها تتشرب الماء زوج دقائق برك وخلاص. هنا راهي تشربت الماء،
نعود نحلها مليح ونحطها في الكسكاس، تزيد فور تفويرة ثانية. هذه الطريقة مش راح تلصق وراح تبقى تجي محلولة خلاص من بعضها. هذه التفويرة الثانية فارت، نحطها في القدرة نخليها. هنا انا نحيت الحمص، نحيت الدجاج، حطيته تقلى شوي في شوية زبدة، نحمره مليح وصفيت المرقة تاعي من كل ذاك البصل، تجي صافية. من فلفل الكحل كلش لازم تتصفى مليح، وحطيت شوية هنا في صحنة، نحط لها زوج ملاعق تاع زهر، ما زهر، نزيد ملعقة صغيرة قرفة به ما تكحلش المرقة تاعنا، كمية برك قليلة تعطيها ذوق هايل. نحركو هذيك لاصوص مليح، نحركوها مليح. هنا نزيدوها للرشتة تاعنا ونخليوها تتشرب. هنا ما كثروش القرفة، كمية قليلة، وكي تفور تفويرة ثالثة ما راحش تبان هذا القرفة خلاص، تعطيها ذوق هايل. وكيف كيف ما ظهر مش راح تحسوا به طول، بصح الريحة تشهي تشهي. هنا راح نخليها تزيد ترتاح مدة دقيقتين. هنا الصلصة تاعي هذيك اللي صفيتها رايحة نحط فيها اللفت اللي كنت قشرته، حطه يطيب، هو ما يطولش في الطياب، نغلق عليه ونخليه يطيب. وهنا رشته تاعي راهي ارتاحت، نزيد نردها في الكسكاس، نحطها تفور. وهذه المره الاخرى اللي تفور فيها، كي تفور نحط لها طرف تاع زبده ونخليه حتى يذوب، ونقدمها لكم في صحن التقديم. هنا الرشتة تاعي راهي واجدة، زينتها بالحمص والدجاج وحطيت لها ذاك اللفت. وهنا عندي طريف تاع قرفة نحطها على اللفت للتزيين والنكهة، اللي ما يحبهاش يقدر يستغنى عليها، ولكنها تعطيه ذوق لذيذ جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع الرشتة. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.